ولكن في الوقت نفسه نحن نجد الولايات المتحدة من وراء أبواب مغلقة تتشاور مع إيران حتى بشأن على سبيل المثال بشأن هجمات محتملة تقوم بها داعش ضد إيران. وبالفعل الولايات المتحدة قامت بإرسال هذه التحذيرات للحكومة الإيرانية. إذن سيكون هناك رد أمريكي قوي ضد هذه الميليشيات، ولكن هذا الرد سوف يكون تناسبيا، وفي الوقت نفسه تتحاشى الولايات المتحدة حربا شاملة مع إيران. الولايات المتحدة سترد على صعيدين. الصعيد الأول، الحوار الذي تتحدث عنه مع إيران يحدث بالفعل. لقد أشرت قبل لحظات إلى أن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية سرا بوشك حدوث هجوم داعشي على الأراضي الإيرانية، ولكن في الوقت نفسه الرد الأمريكي لن يستهدف الأهداف الإيرانية مباشرة، وإنما سوف تستمر الولايات المتحدة في استهداف هذه الميليشيات دون التعرض لهجوم مباشر ضد الأهداف الإيرانية داخل الأراضي العراقية. ولماذا؟ لأن الولايات المتحدة ما زالت ترغب في احتواء هذه الهجمات، وما زالت تأمل في أن تحتوي نطاق وحجم هذه الهجمات، سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب الميليشيات أو من جانب إسرائيل أو من جانب حماس، من جانب كافة الأطراف، لأن الأضرار الناشئة التي ستضرب المصالح الأمريكية والناشئة عن توسيع نطاق هذه الضربات سيؤدي إلى أضرار أكبر بالاقتصاد الأمريكي وبالحلفاء الأمريكيين. ولكن يجب أن أذكر نقطة هامة للغاية. إذا كانت العراق ترغب في انسحاب أمريكا من الأراضي العراقية كما حدث في العام 2014، يجب أن تدرك أن هناك عناصر ولو عراقية أخرى تأتمر بأمرة عناصر أجنبية بالتحديد إيرانية. فأنت لا تستبدل النفوذ الأمريكي في العراق بنفوذ أجنبي آخر وهو النفوذ الإيراني. يجب أن تدرس الأمر بما يحقق أفضل المصالح العراقية دون الانفعالات العاطفية والشعارات الجوفاء.